السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. ان شاء الله تكونون كلكم بخير وصحه وسلامه. حابين تزرعون الورد بطريقه سهله وغير مكلفه وسريعه وناجحه ان شاء الله، استخدموا البطاطا لزراعه الورد. تنطبق هاي لكل انواع الورد بما يخص ايضا الجوري، ومن اهمها الجوري. اول شيء تحتاجون مكونات سهله وبسيطه. قبل لا ابدي، اذا عجبكم محتوى الزراعه والعنايه بالزرع الداخلي والخارجي، اشتركوا بالقناه وفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل جديد. المكونات اللي راح تحتاجوها لهذه الوصفه هي قصات من الورد الجوري، وثمره بطاطس صغيره تكون طازجه، هرمون التجذير. ممكن انه تستبدلون هرمون التجذير بعسل خام، اهم شيء يكون عسل خام، ويفضل انه انتم يعني ما مشتغلين العسل مع خليه النحل وصفوه يكون خام وكله تمام ان شاء الله. ما عندكم عسل خام، ممكن تستخدمون هرمون التجذير، وهي راح تكون طريقه اسرع ومضمونه ان شاء الله. الخطوه الاولى في عمل او زراعه الورد في البطاطا هي انه تختارون المكان اللي راح يتم الزراعة به، وبعدين تحفرون خندق يصل عمقه الى 6 درجات، وايضا تقومون بتبطين قاعة بالرمل الحاد. بعدين تجيبون ساق جيد من الورد، ومن الافضل انه يكون صغير حجم، ويكون ايضا من سيقان اللي نمت بنفس العام، يعني بنفس السنة طلعت. واول شيء ايضا يجب انه تكون السماكة مالته مقاربة لسماكة القلم الرصاص، بالاضافة انه جودته ايضا لازم تكون قوي، يكون غير متعرج، يكون يعني قوي غير متعرج، يتحمل ان شاء الله الزراعة، حتى يصير يعني يزيد احتمالية ظهور أو خروج الجذور الجيدة الصحية. الخطوة الثانية أنه لازم يكون طول القصاصات ما بين 9 إلى 10 بوصات، ما يزيد عن 10 بوصات. ومن المهم جدا أنه تكون القصاصة مأخوذة من أسفل قاعدة الزهرة، وبعدين تقوم بقص الأوراق الصغيرة الموجودة أسفل الساق، ومن الأفضل أنه تقطعوها من الساق بأكملها، لأنه هذا الشيء راح يعطي نتائج أحسن، نتائج مضمونة أكثر. وبعد هذا الشيء راح تكسرون غلاف الساق الخارجي من الأسفل حتى يتمكن من التجذر بسهولة. الخطوة الثالثة هي تقومون بقطع الجزء السفلي من القصاصة بزاوية 45 درجة، وبعدين تخلون الناحية المقطوعة في هرمون التجذير أو العسل الخام، تخلوها ايضا في ثمرة البطاطس بعد ما تدخلوها في اما الهرمون التجذير او العسل الخام، تدخلوها في البطاطس الرطبة والصلبة. ويجب اولا انه تخلون بعض الثقوب في البطاطا بواسطة اداة حادة حتى لا تتأذى الساق اول ما تدخل، يعني وين ما تريدون تدخلون الساق داخل البطاطا تسوون ثقوب بسيطة على البطاطا حتى تسهل عملية إدخال الساق بيها وما يأثر على أسفل الساق. الخطوة الأخيرة أنه تخلون التربة مع مراعاة ترك جزء فوق التربة يقدر بحوالي 3 بوصات، وأيضا تتمون في ري التربة بالماء، وهذا الأمر يحتاج إلى عدة أشهر حتى يكون صالح للزرع. وصلنا إلى نهاية الفيديو، أشكركم على المتابعة، وإن شاء الله تجربون هاي الطريقة تكون ناجحة عندكم وتكون مضمونة. وإذا جربتوها من قبل قولوا لي عن تجاربكم.